وينضم الي عبر الهاتف الكاتب الصحفي هشام عبد الله من رام الله. استاذ هشام، اهلا بك معنا في اون لايف. اذا التصعيد مفتوح والانتفاضه الجديده ربما تكون قادمه او ربما هي بدات بالفعل على جراء التصعيد الذي جرى اليوم، سواء عبر المسيرات والموجات الغضب التي اجتاحت شوارع ومدن فلسطين وايضا كذلك العواصم العديد من عواصم العالم، او من جانب حتى قوات الاحتلال التي بادرت بقمع هذه التظاهرات. إذن كيف توصف المشهد وكيف تتابعه من خلال وجودك في رام الله؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. واضح أن ردة الفعل في الشارع الفلسطيني في مختلف المناطق في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وما تبعها من تظاهرات مماثلة في مدن المنطقة، إنما تأتي ردة فعل يعني تلقائية وطبيعية على مثل هذا القرار، لأن الموضوع عندما يتناول القدس فهو محل إجماع ليس فقط عند أو لدى الفلسطينيين فحسب، ولكن لدى جميع العرب والمسلمين والمسيحيين في المنطقة للدلالة التي تمثلها القدس من جهة، ومن جهة أخرى طبعا على الصعيد الفلسطيني لأنها تمثل أيضا جوهر القضية الفلسطينية. فمجرد الإعلان الذي ألقاه بالأمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي قال فيه أن القدس هي، أو اعتراف أمريكا بأن القدس هي عاصمة إسرائيل الموحدة كما قال، فهذا يعني نسف لعملية السلام من جهة، وفي نفس الوقت استباق لأي نتائج إذا أصلا ستكون أو ستستمر هذه المحادثات بأي شكل من الأشكال. فبالتالي التظاهرات وردة الفعل سواء الشعبية والسياسية، وإن كانت الفعل ردة الفعل الشعبية هي كانت معبرة وأقوى من ردة فعل السياسية على مختلف الصعد، ولكن دائما كانت القدس هي المركز الموحد للجميع سواء بغض النظر عن اختلاف مشاربهم السياسية والحزبية والتنظيمية، لأنه كما نقول وكما قلنا أن القدس هي مركز القضية كلها ورمز ليس فقط للفلسطينيين العرب في المناطق المحتلة في فلسطين، وإنما لمختلف في مختلف بقاع الأرض للعرب والمسلمين أينما كانوا. ما حدث هو بالفعل كان يعني تغيير راديكالي ذلك الذي ألقاه على الجميع ترامب أمس، وبالتالي فإن ردة الفعل كانت ولازالت ويجب أن تكون على مستوى هذا التغيير الدراماتيكي الذي أقحم المنطقة به السيد ترامب بالأمس. نعم. طيب أستاذ هشام، هل تلتفت إسرائيل إلى ردود الأفعال الشعبية أو حتى على المستوى الدولي على مستوى الشوارع والتظاهرات الغاضبة ليس على مستوى السياسة؟ سنتحدث عن هذا لاحقا، أم أنها تعتبر أنها قد انتزعت هذا الاعتراف أو التنفيذ الذي تحول من مجرد اعتراف على ورق إلى تنفيذ على الأرض بنقل السفارة أو الشروع في بدء السفارة؟ هل تلقي بالا لهذه تظاهرات إسرائيل؟ نعم، يعني هذه مقاربة مهمة جدا. بالطبع إسرائيل تراهن، لنقل الآن تراهن على أن تكون ردة الفعل هذه ردة فعل محدودة إن استمرت إنما تستمر لأيام أو إلى أو لأسابيع أو حتى لأشهر، ومن ثم تعود الأمور كما كانت عليه، ولكن هذا لن يكون على الأغلب في ذات الرهان الذي تتوقعه إسرائيل، وإسرائيل ستعمل على تقويض ردة الفعل هذه سواء كانت على الصعيد الشعبي أو الرسمي أو العربي أو الإقليمي، وهي عندما أعلمت بهذا القرار، وهذا قرار تم التشاور به مع إدارة ترامب منذ حملته الانتخابية حتى قبل أن استلم منصب الرئاسة للولايات المتحدة الأمريكية، وباعتقادي أن ردة فعل إسرائيل ستكون موازية إن لم تكن أشرس على كيف ستكون عليه، ليس فقط ردة فعل الشارع الفلسطيني والشارع العربي والإسلامي، وإنما الخطوات المرجوة من مختلف المستويات على ليس فقط حتى المستوى الإقليمي العربي والإسلامي، وإنما على المستوى الدولي. وهنا المطلوب يعني يمكن للفلسطينيين والفلسطينيون منذ أكثر
من قرن من الزمان وهم يقاومون الهجمات الإسرائيلية الصهيونية وقادرون على الاستمرار بهذه المقاومة، ولكن ذلك إذا كان له أن يترجم بالفعل إلى حقائق ونتائج على الأرض فإنه يجب أن يكون مدعوما على المستوى الدولي أولا. على سبيل المثال، صحيح أن ردات الفعل الأوروبية، فرنسا وسواها ألمانيا وبريطانيا، ردات فعل كانت رافضة لهذا الأمر ولهذا الإعلان، ولكن الرفض في هذه الحالة لن يغير شيئا. المطلوب خطوات فعالة وجدية أمام هذه المتاهة التي وضع مثل ماذا ترامب فيها القضية. يعني مثل ماذا يمكن أن تكون قرارات فاعلة من جانب الدول الأوروبية التي أعلنت أن لها موقف رافض، طبعا مثل أنجلا ميركل، إيمانويل ماكرون وتريزا ماي؟ المطلوب بالفعل هو اعتراف رسمي من قبل هذه الدول، دول الاتحاد الأوروبي الأساسية، فرنسا وألمانيا وبريطانيا وغيرها، اعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وأن القدس الشرقية هي عاصمة للدولة الفلسطينية العديدة. إن لم يكن أي رد وأي رد فعل وأي خطوة أقل من ذلك فإنها لن تؤثر. إسرائيل وصفت على مختلف مستوياتها إعلان ترامب بأنه أهم إعلان حصلت عليه منذ وعد بلفور حتى الآن، وهم إنما لا يجافون الحقيقة عندما يقولون ذلك، لأن بالفعل ما فعله ترامب هو كان أكبر هدية يمكن أن تتلقاها إسرائيل بتأكيد احتلالها وشرعنة احتلالها للقدس والمناطق الفلسطينية. وبالتالي إن لم تكن ردة الفعل الفلسطينية أولا والعربية معها والإسلامية والدولية في نفس المقام على هذا المستوى فإن ذلك سيضعنا مرة أخرى في مجهول آخر، وللأسف يمكن أن يكون الفلسطينيون سيجدوا أنفسهم مرة أخرى قد تركوا لوحدهم. فبالتالي المفروض أن تكون هناك ردات قوية، مواقف قوية على مستوى اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بفلسطين والقدس عاصمة، القدس الشرقية عاصمة لها على حدود 67، وهذا هو التسوية التي أقرتها معظم المواثيق والشرائع الدولية. بنيامين نتنياهو زعم أن هناك دول أخرى تريد أن تنقل سفارتها وتحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس. إذا صحت هذه التصريحات وهذه الادعاءات، هل هذا سيعقد الأمر أكثر ويجعل أنه من الصعب بمكان أن احتمالات أن تعود الإدارة الأمريكية في قرارها مرة أخرى؟ يعني حتى الآن لا تبدو الصورة أن الولايات المتحدة ستعود في قرارها. الطريقة التي تعامل فيها ترامب حتى على مستوى القضايا الداخلية التي تخص أمريكا بشكل أساسي لم يتراجع فيها حتى الآن، والأمثلة كثيرة على ذلك، ليس المجال لخوضها الآن. ولكن في مسألة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، طبعا هناك دول قالت من قبل أنها ستعترف وطالبت، ومنها طبعا نذكر كوستاريكا، نذكر تشيك، ولكن والفلبين طبعا التي تخطب ود إسرائيل. نعم، تخطب هي بالفعل دول تخطب ضد إسرائيل، ولكن حسب ما نعرف وحسب ما نعلم وحسب يعني الموقف الدولي بشكل عام، لا أعتقد أنه ستكون هناك يعني دول أكثر من ذلك تتخطو أو تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أيضا لا يجب أن نقلل من شأن مثل هذه الاعترافات بغض النظر. والمسألة الأساسية في هذه الإشارة وفي هذا السياق أنه بالفعل إذا مرة أخرى إن لم يكن رد الفعل ومواجهة إعلان ترامب بشكل جدي على نفس المستوى فإن أي خطوة أخرى موازية ومشابهة له طبعا ستؤثر على الموقف بشكل أساسي. طيب أستاذ هشام، على صعيد الداخل الفلسطيني كيف تتابع التحركات على المستوى السياسي؟ الاجتماع الذي جمع ما بين وفدي حركتي فتح وحماس، والبيان الذي خرج الذي يقول أنهم ناقشوا العديد من القضايا طبعا من ضمن هذا القرار الأخير، وأيضا قضايا تتعلق بالمصالحة، هذا يعني أنهم ماضون رغم كل التحديات في الوحدة الوطنية وتفاهم مرة أخرى فيما بينهم، يعني كيف تتابع هذه التحركات؟ صحيح ان هذه مواقف يعني متاخره، كنا نامل من القياده الفلسطينيه، من القياده، هل تسمعيني؟
تفضل يا فندم. في خلل هنا استاذ هشام، هل تسمعني حضرتك؟ نعم نعم تفضل. نعم، اقول انه 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 هذه مواقف متاخره جدا من الجانب الفلسطيني. مثل هذه المواقف كان يجب ان تتخذ من وقت بعيد جدا. لا يكفي اليوم محاولة إنهاء الانقسام بهذه الطريقة، يجب أن نكون في وضع لا يكون فيه أصلا انقسام على الأصل. وبالتالي وبالتحديد يعني يجب الذكر هنا أن مسألة الانقسام هذه تركت آثار كارثية على القضية الفلسطينية. وأعتقد أن مثل هذا الانقسام إنما دفع وساهم لإدارة مثل إدارة ترامب والمواقف الإسرائيلية بأن تكون أكثر شراسة وعدوانية على الفلسطينيين. المطلوب من القيادة الفلسطينية على طرفيها سواء الوطنية والإسلامية، الوطنية الممثلة في منظمة التحرير والفصائل الأخرى، والإسلامية الممثلة بحماس والجهاد والفصائل الأخرى، أن تنحي جميع خلافاتها جانبا، وأن لا يكون هناك سوى قيادة فلسطينية واحدة. نعم. هذا هو المطلوب على الصعيد الفلسطيني. شكرا لك، كنت معي عبر الهاتف من رام الله الكاتب الصحفي الأستاذ هشام عبد الله.